ايوه هدى الترابي سند دي صحيفة آخر لحظة، صحيفة آخر لحظة بتاريخ 2/9/5/2011، يعني بعد كم سنة من 98؟ تناسى الهندسة 13 سنة. في الصفحة رقم 7، الصفحة رقم 6 عفوا، الترابي قال لا يوجد شيء اسمه ضرائب وزكاء، وده تخلف مسلمين ساكت. يا جماعة ده دجل ولا ما دجل؟ كلام ده دجل ولا ما دجل؟ وده كلام الترابي في الترابي، أنا ما جبتها لسه، نحن ما تكلمنا. كلام الترابي في الترابي. نرجع لكتاب الدين والفن، ونرجع لشنو للتناقضات. أول حاجة الترابي قال المخرج من إنه دين الإسلام نزله الله من السماء، ما نزله كامل، ودين الله ناقص. قال المخرج لزمه أن يعنى بالفن، الدريح الدين دين الإسلام، ودار يتم النقص في دين الإسلام الزعم الترابي قال بالفن، تبقى فنان ترقص تحت النبك وكده، قال بتتم الدين. ده دين؟ ده دين يا ترابي؟ يا ما عندك دين يا مجرم ولا عنده دين؟ زول قال زكا ما في، يكون عنده دين كيف؟ وربنا عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ده قرآن ولا ما قرآن؟ ده قرآن ولا ما قرآن؟ وآتوا الزكاة. البيكفر بيه شنو؟ كافر، كافر. وكفرت الصادق المهدي ليه؟ عشان مسكين يعني كان الوقت ذاك، ويا كافر البلا شالوه من السلطة وجدعوه برا، بقى بدون دين وبدون سلطة وبدون ثروة، عشان كده كفرته يعني؟ ما انت ذاتك ما كفرت به الصادق وقعت في أكبر منه يا ترابي. النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على كم؟ على 5: الشهادتين والصلاة، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وحج البيت، وصوم رمضان، ركن من أركان الدين. دار تنصف الترابي تقول تخلف مسلمين ساكت لركن الركن الثالث من أركان الإسلام. طيب ده كتاب الدين والفن، دي حاجة بسيطة جدا منه.